ليه الرئيس السيسي بيأكد على تخفيف الضغوط عن الناس؟ إزاي التعاون مع صندوق النقد الدولي ممكن يساعد مصر في تخطي الأزمة الاقتصادية؟ هل فعلاً في نية إن الدولة تخفف الأعباء ويتحقق استقرار اقتصادي؟ بانكير، نبض البنوك. من ساعات الرئيس عبد الفتاح السيسي قابل مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اللي بتزور مصر حاليا للتباحث حوالين برنامج مصر مع الصندوق. اتكلم السيسي بوضوح عن أولوية الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، وكان عنده رسائل قوية ومباشرة لصندوق النقد بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها. الرئيس السيسي كان واضح في لقائه مع مدير صندوق النقد لما قال مش هنسيب الناس ولا هنحمل عليهم من تاني. الرسالة دي بتعكس توجه الدولة بأنها مش بس بتلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، لكن كمان بتحاول تضمن أن البرنامج ده يكون متوازن ويراعي الظروف الصعبة اللي بيعيشها المواطن المصري. الاجتماع اللي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتوره رانيا المشاط واحمد كوجك وزير الماليه كان هدفه الاساسي هو مناقشه ازاي نكمل برنامج الاصلاح من غير ما نثقل على كاهل الناس. السيسي اكد انه عايز يكمل التعاون مع صندوق النقد، لكنه كمان طلب ان الصندوق يراعي التحديات اللي مصر بتواجهها بسبب الازمات الدوليه اللي اثرت على الموارد الدولاريه للبلد وعلى ايرادات الدولة. وده معناه ان الدولة مش هتتعامل مع الاصلاحات الاقتصادية على انها ارقام او مؤشرات مالية وبس، لا هتراعي التغيرات الاقليمية والتحديات اللي بتضغط على الاقتصاد المحلي. ومن اهم النقاط اللي اتناقشت في الاجتماع كانت التضخم اللي بيأثر بشكل مباشر على معيشة الناس، وده خلى الرئيس يشدد على ان الاولوية حاليا هي مكافحة التضخم والسيطرة على الاسعار. ومن هنا جت مطالبة السيسي لصندوق النقد انه يساعد في الوصول لسياسات تحمي الاقتصاد المحلي من غير ما تزود المعاناة على الناس. ومن ناحيتها مدير صندوق النقد الدولي اتفقت تماما مع رؤية الرئيس وقالت ان الصندوق فاهم حجم التحديات الكبيرة اللي مصر بتمر بيها وانهم بيسعوا للتوصل لافضل حلول الاصلاح الاقتصادي بالشراكة مع الحكومة المصرية علشان يحققوا نمو اقتصادي قوي ومستدام من غير ما يزودوا الاعباء على الناس. طب ايه الحاجات التانية اللي الرئيس اتكلم عنها؟ واحد من المحاور المهمة اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي كان دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، لان ده هو اللي هيساعد في خلق فرص عمل جديدة وكمان تحسين معدلات النمو الاقتصادي. الرئيس شايف ان الحل مش بس في الاجراءات المالية والنقدية، لكن كمان في تشجيع القطاع الخاص علشان يكون المحرك الاساسي للاقتصاد ويكون قادر على تحمل جزء من اعباء التنمية. مديرة صندوق النقد أثنت على جهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وأشارت إلى أن النتائج اللي اتحققت لحد دلوقتي كانت إيجابية وأنه رغم التحديات الكبيرة مصر قدرت تحافظ على مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مستقر، وده خلى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ترفع تصنيف مصر الائتماني وتزود من الاستثمارات الأجنبية اللي داخلة مصر. في نهاية الاجتماع السيسي أبدى تطلعه لاستمرار التعاون مع صندوق النقد بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وفي نفس الوقت الحفاظ على الإنجازات اللي حققت الفترة الأخيرة خاصة على مستوى دعم الفئات الأكثر احتياجا. ومع ده كله كانت رسالة السيسي واضحة وصريحة إن مصر ملتزمة بالإصلاح لكن على طريقتها وبما يتماشى مع مصلحة المواطن في المقام الأول. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.